في الحلقة السابقة، كل مبارزة خاضها يوجي والفرعون معا كانت تحضيرا لهذه المبارزة، والآن هما بحاجة إلى هذا الاختبار لكي يعرفا ماذا حققا. إذا خسر الفرعون ستكون هذه المرة الأخيرة التي نراه فيها. هذه أول مرة في حياتي أتمنى فيها النصر لخصمي. انظر إلى هذا، إني أبادر ساحرتي بالعملاق القوي. دوري أنا، والآن تقدم يا فارس الظلام، اقضي على عملاقه القوي بهجوم فارس الظلام. هذا الوحش القوي الوحيد المتبقي لي، وأنت تعرفه تمام المعرفة. إذن إذا كنت تنوي أن تهزمني اليوم، فعليك أولاً أن تهزم فارس الظلام. إذا أردت أن أنقذ أعز أصدقائي، فسوف أضطر أن أقضي على الوحش المفضل لدي. ربما تكون دمرت الحكماء المصريين الثلاثة، لكن هزم فارس الظلام هو الاختبار الحقيقي لك. لا، يوجي في مواجهة وحشه المشهور. كان علينا أن نبيع تذاكر للناس. لم أفكر في أن هذا اليوم قد يأتي، لكني بحاجة إلى خطة كي أقضي على فارس الظلام. إنها الطريقة الوحيدة لأفوز في المبارزة وأحرر طيف الفرعون. الآن سوف ألعب وحشا واحدا مقلوبا بوضعية الدفاع. فارس الظلام أقوى من السابق الآن، وذلك بفضل ورقة الفرعون الغريبة. أنا متأكد من أن هناك ورقة ما في مجموعتي قادرة على هزمه. أنقل قوة التنين إلى وضعية الدفاع. بهذا أنهي دوري. يبدو أن يوجي يعمل فقط على تقوية دفاعاته. مطلقاً، أظن أنه يسعى لأكثر من ذلك. وأستطيع القول إن السر يكمن في ورقته المقلوبة. هل تلك الورقة هي التي في بالي؟ عندما تذهب فارسة غابة الظلام إلى المقبرة، أستطيع أن أنقل وحشاً من مجموعتي إلى يدي، وأنا اخترت صديقي القديم الخطمي. إذا كنت فعلاً أعرف يوجي حق المعرفة، فإن الورقة التي يحجبها هي الخطمي. إذا هجم ذلك الوحش وهو محجوب وفي وضعية الدفاع، فسوف يخسر اللاعب الخصم 1000 نقطة. وإذا هجمت ومعي فقط 700 نقطة أساسية متبقية، فسوف أخسر المبارزة. لكن لدي خطة أخرى في بالي. الآن دوري أنا، أشغل الورقة الغريبة السكاكين المتعددة. لا أصدق، فهو دائما يسحب الورقة المناسبة في الوقت المناسب. إنه يخدع مجموعته لإرادته. عندما يكون فارس الظلام في الملعب، أستطيع أن أستخدم ورقة السكاكين المتعددة لكي أدمر وحشا واحدا في ملعبك أنت. لذا قل وداعا لورقتك المقلوبة. لا الخطمي، بما أنه قضي عليه بواسطة ورقة غريبة، فإن قدرته الخاصة ليست فاعلة. لذا نقاط الأساسية في أمان. الآن فارس الظلام هجوم. أخبرني جوي، ماذا حدث لخطته المميزة التي كنت تتحدث عنها؟ سيستعيد نشاطه، انتظروا. أجل، لكن كيف؟ لن يكون أمرا سهلا، لكن هناك طريقة للخروج من هذا المأزق. السؤال الوحيد، هل يملك يوجي الأوراق والشجاعة لتحقيق ذلك؟ إن فارس الظلام قوي، لكن يمكن هزمه. حسنا، إذن لنرى كيف ستهزمه. سوف أفعل، لكن أولا دعني أستدعي هذا وحشي المتصدي بوضعية الدفاع، ثم سأضع ورقة واحدة مقلوبة. أكتفي بهذا الآن. كنت أتوقع المزيد. الآن أشغل ورقة الغريبة حربة الظلام. بوجود حربة الظلام في يده، يكسب فارس قدرة نادرة. إذا زادت نقاطه الهجومية عن نقاط وحشك الدفاعية، عندئذ يقتطع الفرق من نقاطك الأساسية. فارس الظلام هجوم، اقضي على وحشه المتصدي. لقد حركت فخي، هيا درع الأطياف. بفضل فخي أنا، ما كان علي سوى التضحية بنصف نقاط الأساسية كي أبطل هجومك وأنهي جولتك في المعركة. لذا سيضطر فارس الظلام إلى الانتظار للجولة التالية. إنجاز رائع يوجي. انقلبت الموازين ثانية. أجل، لكن يوجي يملك الآن 400 نقطة فقط. فلنتابع الآن، حان الوقت لأرسل لفارسك هدية. ممتاز، ها
هذا بالضبط ما أحتاج إليه. الآن أشغل ورقة غريبة تعرف بالناووس الذهبي، وسأخبرك كيف تعمل. أولاً أختار ورقة من مجموعتي، ثم أضعها في هذا الصندوق القديم. ثم إذا حدث وقمت بتشغيل الورقة نفسها، يبطل مفعول ورقتك. ما هي برأيكم الورقة التي وضعها هناك؟ لست أدري، لكن برأيكم ما هي احتمالات أن يلعب الفرعون نفس الورقة؟ ذلك الصندوق يشبه ذاك الذي كانت موضوعة فيه الأحجية الألفية، لذا الرمز نفسه الذي جمعهما قد يفرقهما. الآن أشغل قدرة ورقة المتصدي الخاصة، التهديم. بما أنه مر الدورتان منذ أن لعبتها، فإن وحشي يتحول إلى وحشين، والآن مباشرة أنا أنوي أن أضحي بكليهما، مما يسمح لي بأن ألعب بورقة قوية، بورقة قوية بما يكفي لتدمير فارس الظلام. لذا أقدم لك هذا، التنين المدمر جارنا. ليس سيئاً. منذ متى تملك تلك الورقة؟ أذكر ذلك الوحش، إنه الوحش نفسه الذي استخدمه يوغي كي يهزم باكورا عندما انفصل عن الفرعون. هذا يثبت أن يوغي يمكن أن يفوز وحده، لذا فإنه الوحش المثالي ليهزم الفرعون به. يستطيع التنين المدمر أن يبقى في الملعب لدور واحد فقط، لكن هذا يكفيني. لذا سأدفع نصف نقاط الأساسية كي أحرك قدرة جارنا الخاصة وأبعد كل وحش في الملعب من اللعبة. جارنا، دمر فارس الظلام بأشعة جيجا اللامتناهية. أنا أكشف الآن ورقة الفخ وهم الظلام. ورقة الفخ وهم الظلام سوف تحمي فارس الظلام من تأثير كل الوحوش حتى نهاية الدور. مستحيل، حتى مع جارنا ذاك لم أستطع أن أهزم فارس الظلام. يوغي، نظرا لتأثير وهم الظلام يسمح لك بأن تسحب ورقة واحدة من مجموعتك، لذا تفضل واسحب. أضع هاتين الورقتين مقلوبتين، وبهذا أنهي دوري. يوغي، الآن لم يعد لدى يوغي أي وحوش لكي تحميه. يؤسفني قول ذلك، لكن أظن أن الأمر حسم هذه المرة. ها؟ ليس بالضرورة مكوبا، الطريقة التي تجري فيها هذه المبارزة تحمل الكثير من المفاجآت. إنه دوري أنا. حسنا، فارس الظلام هاجم نقاطه الأساسية مباشرة. أحرك الآن ورقة الفخ وهي دائرة العجائب. متى هاجمتني بفارس ما يمكنني أن أشغل ورقة الفخ هذه، وهي تعطيني القوة لكي أستدعي تلقائيا أحد الفوارس من مجموعتي. هذه الورقة مناسبة جدا لأستخدمها ضد فارس الظلام. كنت أعرف أن يوغي كان مستعدا لخطتي، لذا الآن أستدعي الفارس الصامت. لعبة جيدة، لكن ورقة الفخ خاصتك تسمح لي بأن أستدعي وحشا أيضا، لذا أستدعي الآن فتاة الظلام العجيبة. هذا مذهل، فارسان من فوارس الظلام. الآن يا فارس الظلام هجوم، اقضي على وحشه وأنهي هذه المبارزة. بمجرد أن يهاجم فارس الظلام سيفوز الفرعون. هذه هي النهاية؟ لم أنتهي بعد أيها الفرعون، لكي يتحرر طيفك يوما لابد أن أفوز بهذه المبارزة. أشغل الآن ورقتي الغريبة، الكتاب العجيب. الآن بعد أن أطرح كل ورقة في يدي يمكنني أن أسحب واحدة من مجموعتي، وإذا كانت ورقة غريبة فأستطيع أن أستخدمها في الحال. بما أن يدي فارغة ليس لدي ما أطرحه. الورقة التي أوشك أن أسحبها سوف تقرر مصير الفرعون. الآن أشغل هذه ورقة النزاهة، سيستمر كلانا بالسحب إلى أن يحصل كل منا على ست أوراق في يده.
هذا ليس كل شيء، ثم سوف أحرك قدرة فارس الخاصة. مع كل ورقة تسحبها تزداد قوة هجوم فارس القوي الصامت 500 نقطة إضافية. لقد سحبت الآن 5 أوراق جديدة. بالضبط، فارس الصامت يملك 3500 نقطة هجوم. فلنعد إلى المبارزة. أعتقد أن وحشك فارس الظلام كان على وشك الهجوم. لديه فقط 700 نقطة أساسية. بمجرد أن يهاجم فارسه يخسر يوغي. الآن سوف أشغل ورقتي الغريبة، اتحاد الفرسان. هذا يسمح لي بدمج فارسي معا كفارس واحد ب3000 نقطة. أيضا هذا ليس كافيا. رائع جدا يوغي، رغم أني استطعت أن أنقذ نقاطي الأساسية من الدمار، إلا أن فارسك نجح في هزم فارسي. الآن كل واحد منا يملك 200 نقطة، إذا اقتربت النهاية. هذا سيكون دوري الأخير. لقد قتلت بشجاعة، لكن للأسف هذه المبارزة ستنتهي بفوزي أنا. شكرا لك يوغي، أعرف أنك بذلت ما في وسعك كي أصبح حرا. أنا أشغل هذه الورقة الغريبة ولادة الوحوش، والآن سوف أسترجع التنين المجنح سلايفر. لا، لقد استرجع وحشا قويا جدا إلى الملعب. نقاط سلايفر الهجومية تكون وفق عدد الأوراق التي في يدي، وبما أني أحمل 4 يكون لديه 4000 نقطة. سوف يبقى طيفي في هذا العالم. أظن أنه ليس مقدراً لي وليوغي أن ننفصل. لو كنت مكانك لاستدعيت حكيماً مصرياً آخر أيها الفرعون. لهذا السبب كنت مستعداً لهذه اللحظة الحاسمة. ما هذا؟ الورقة التي خبأتها في ذلك الصندوق هي نفسها التي لعبت بها أنت الآن. مهلا، هذا مستحيل. هناك ورقة واحدة للتنين المجنح سلايفر. الورقة التي دفنتها كانت ولادة الوحوش. وبما أن الورقة الغريبة التي لعبتها هي نفس الورقة التي وضعتها في الناموس الذهبي، فقد بطل تأثير ورقتك أنت، وهذا يعني أن حكيمك المصري يعود ثانية إلى المقبرة. إذن هذه المبارزة ما زالت قائمة. مستحيل، هزم سلايفر للمرة الثانية. هناك العديد من الأوراق المقلوبة، كيف عرف يوغي أي واحدة سيختار؟ ماذا تتوقع منه؟ إنه بطل الألعاب. لابد من أنه خطط لذلك منذ البداية. بعد قضاء تلك الفترة الطويلة مع الفرعون أصبح يوغي يعرف ماذا قد يلعب. كانت تلك أروع مبارزة في حياتي، ذلك فخر لي يوغي. تابع، دورك أنت. لست أفهم ماذا ينتظر يوغي. كل ما عليه هو أن يهاجم فتنتهي المبارزة. حسم الأمر، بمجرد أن تنتهي المبارزة سوف يتحرر الفرعون ولن نراه مجددا. لا بأس يوغي، تابع. حسنا أيها الفارس الصامت، هاجم نقاطه الأساسية مباشرة. هل فاز يوغي بالمبارزة؟ إذا نجح هذا الهجوم فأظن نعم. تهانينا يوغي، أبليت حسنا. يوغي، البطل عادة لا يركع على ركبتيه. لقد حققت نصرا كبيرا لنا نحن الاثنين.
كنت مسترسلا كليا في لعب اللعبة لدرجة أنني نسيت ماذا يترتب على الفوز في المباهزة. بهزمي لك أبعدتك عني نهائيا إلى الأبد. لا، على العكس، لقد فتحت لي بابا. بفضلك أنت سيتمكن طيفي أخيرا من الراحة من جديد. سوف أعود إلى حيث أنتمي. لقد جمعنا نحن الاثنين معا لسبب محدد، ولقد حددنا مصيرنا. لقد حمينا البشرية كلها من عودة ألعاب الظل، وكلانا كبر شأنه أثناء ذلك. يوغي، سوف أشتاق إليك كثيرا. أنت تعرف أننا لن ننفصل كليا، صحيح؟ الطيبة التي أعطيتني إياها والشجاعة التي أعطيتك إياها سوف تبقيان معنا، وهذا سيربطنا ببعضنا معا إلى الأبد. إلى العين، ما الذي يجري للعين؟ الآن اكتملت طقوس المعركة واستيقظت عين أوجات التي تحرس المدخل إلى عالم الأطياف. وطيف الفرعون الكبير الذي كان محتجزا في الأحجية الألفية 5000 سنة تحرر الآن. إذن انتهى الأمر؟ لقد آن الأوان. أخبر عين أوجات عن اسمك. أنا ابن الفرعون أكنم كانون. أنا أدعى أعتيم. هل هذه هي النهاية؟ جميل، هل تظن أنه يمكنك أن تغير حياة الجميع ثم ترحل ببساطة؟ يجب أن نكون سعداء لأجلك، ولكن من الصعب فعل ذلك إذا كنت ستخسر صديقا ولا تعرف لماذا يجب أن يحدث هذا. يبدو أن هناك أشياء لا يجدر بنا فهمها. انظري إلي أنا على سبيل المثال، لقد قضيت نصف عمري ولم أفهم ماذا يجري من حولي. لكن أنا أعرف أنه من الصعب فراق الأصدقاء، كذلك من المستحيل أن ننساهم. ورغم أن بقاؤه لم يطل كثيرا معنا، إلا أننا سعداء بالتعرف إليه. شكرا لك جو. وداعا أتاه، وبالتوفيق. أيها الفرعون، لا أحب أن أنقل الأخبار السيئة، لكنك لن تذهب إلى أي مكان، لأن كل ما منحتنا إياه سيبقى في أعماق قلوبنا. صحيح، كما اعتدنا القول دائما، لقد جاء دورك. حسناً أيها الفرعون، وداعاً. ما كان ذلك؟ هزة أرضية. إنها اللوحة الألفية. لقد اختفت الأدوات، وعلينا أن نفعل مثلها. أنجوا بحياتكم، إنه محق، فلنذهب. الآن بعد أن رجع الفرعون إلى عالمه، ختمت الأدوات الألفية بشكل دائم، ومهمتنا كحراس لمدفن الفرعون انتهت أخيراً. إذن هذه النهاية؟ شعور غريب. أجل، ماذا كنتما تتوقعان؟ أسهم نارية، موسيقى صاخبة، أي شيء. على الأقل قل كلمة من كلماتك المعهودة يوغي. في الحقيقة، أحياناً تكون نهاية مغامرة ما مجرد البداية الأخرى. لا بأس بذلك.